أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي ترحيب المجلس والحكومة باستئناف عمل السفارة الروسية من العاصمة عدن. جاء ذلك لدى استقبال العليمي القائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن ييفغيني كودروف للبحث في التطورات اليمنية وجهود تحقيق السلام في البلاد. وأشار كودروف بالتزام موسكو بموقفها الثابت إزاء الملف اليمني والجهود الرامية إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن. هذا وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي بالعلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة وموقفها الثابت من الملف اليمني بوصفها حاملة القلم في مجلس الأمن. وأكد العليمي خلال استقباله في الرياض سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم انفتاح المجلس والحكومة على كافة المبادرات والجهود الرامية إلى تحقيق السلام. من جانبه عرض السفير البريطاني مستجدات الجهود الدولية في هذا السياق وفرص تجديد الهدنة القائمة بما يضمن فتح طرق تعز. نفذت قوات الحزام الأمني عملية عسكرية جديدة ضد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة قريبة من قرن الكلاسي في محافظة أبين في إطار تطهير المحافظة من تنظيم القاعدة الإرهابي. استمرارا للجهد العسكري والأمني في تثبيت الأمن والاستقرار في محافظة أبين وتوحيد جهود المؤسستين الأمنية والعسكرية للقضاء على الميليشيات الحوثية الإنقلابية والجماعات الإرهابية، داهمت قوات الحزام الأمني موقعا للقاعدة في محافظة أبين وأحبطت هجمات غادرة كان التنظيم الإرهابي ينوي تنفيذها. هذه العملية الخاصة أجبرت عناصر تنظيم القاعدة الإرهابية على الفرار من مكان قريب من بلدة قرن الكلاسي تاركة خلفها عبوات ناسفة ومواد متفجرة، وتم تنفيذ العملية بعد معلومات دقيقة عن أماكن تواجد الإرهابيين والتحضير لشن هجمات غادرة. وفي تفاصيل عملية المداهمة قالت قوات الحزام الأمني أنها أحبطت هجمات وشيكة لتنظيم القاعدة الإرهابي كانت تستهدف القوات الجنوبية، وقد عثرت على أدوات الجريمة من أحزمة وعبوات ناسفة ومواد شديدة الانفجار في المواقع. هذا وتواصل قوات الأمن والجيش والقوات الجنوبية بما فيه الحزام الأمني في أبين إعادة انتشار وتموضع عسكري وأمني واسع النطاق بموجب اتفاق الرياض، بالإضافة إلى تنفيذ توجيهات المجلس الرئاسي والتي نصت على إعادة تموضع القوات وجمع المعلومات عن أماكن القاعدة ومكافحتها بالتنسيق مع قوات التحالف العربي. من جهتها باركت السلطة المحلية في أبين إعادة تموضع قوات الأمن تنفيذا لاتفاق الرياض عبر تسلمها مقراتها وتشكيل غرفة عمليات مشتركة لتفعيل نشاطها، وهو أمر قوبل بارتياح شعبي كبير في المحافظة الساحلية. هذا وكشف تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن عن موقف مؤيد لحزب الإصلاح والقوات الموالية لها للوقوف ضد مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي، وذلك بعد أيام قليلة من أحداث التمرد الإخواني الذي شهدته محافظة شبوة. تحالف جديد يعتزم تنظيم القاعدة الإرهابي عقده مع حزب الإصلاح الإخواني في اليمن للوقوف ضد مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي. جاء ذلك تعليقا من التنظيم الإرهابي على الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة شبوة. وبحسب ما نقلته مصادر إعلامية متطابقة فإن أحد أمراء التنظيم يكنى أبو علي الحضرمي قال في خطاب عبر وسائل إعلام تابعة لهم إن سيطرة القوات الجنوبية على شبوة مقدمة لسيطرتها على مدن أخرى وضمها لسلطة المجلس الرئاسي المدعوم من التحالف العربي. وشن الحضرمي هجوما على التحالف العربي في تطابق مع الخطاب الذي يتبناه حزب الإصلاح وميليشيا الحوثي الإنقلابية ووسائل الإعلام التابعة لهما. ووفقا لوسائل إعلام تابعة لحزب الإصلاح فإن خطاب القاعدة الجديد تضمن التركيز على معاداة مجلس القيادة الرئاسي وقيادة التحالف العربي ومعاتبة لحزب الإصلاح في محاولة للتقارب معه وتحييد أي قوة قبلية قدر الإمكان عن المواجهة، إضافة إلى حفاظه شكليا على إظهار العداء لميليشيا الحوثي وتأجيله كتهديد حقيقي. كما اشتمل خطاب المدعو الحضرمي على هجوم عنيف على مجلس القيادة الرئاسي الذي وصفه بالمرتهن للخارج، في إشارة إلى الدعم والتأييد الذي حظي به المجلس من مختلف دول العالم. ويأتي خطاب التنظيم الإرهابي بالتزامن مع تنفيذ القوات الجنوبية عملية عسكرية واسعة في محافظة أبين لتطهيرها من العناصر الإرهابية. المدعو أبو علي الحضرمي والملقب أيضا بالديسي
يعد أحد الفارين من سجن المكلا المركزي في العام 2011، ويشغل منصب مسؤول الدعوة في التنظيم الإرهابي بعد أن كان أحد قيادات التنظيم الحاكمة في حضرموت والبيضاء. وكثف تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن من انتشار عناصره في محافظة أبين منذ العام 2011، خصوصا في مديريات المنطقة الوسطى المحادة لمحافظة البيضاء، أهم معاقل تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن. أكد مدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي، أكد أنه سيتم إجراء عدد من التغييرات في المؤسسة الأمنية بقرارات رسمية بعد تشاور مع محافظ المحافظة مبخوت بن ماضي في الأيام القادمة. جاء ذلك خلال كلمة له أمام ضباط الصف وأفراد الوحدات الأمنية بمختلف تشكيلاتها بإدارة أمن وشرطة الساحل، موضحا أنه لا مكان للمحسوبية أو الوساطة بين الكوادر الأمنية، وستتم التعيينات وفقا للمؤهلات والخبرات التي يكتسبها الضباط لخدمة الوطن والمواطن. التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، التقى الدكتور سعيد الشماسي وزير النفط والمعادن للاطلاع على سير العمل في الوزارة. وأشاد الزبيدي بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة النفط للحفاظ على الاستقرار التمويني ومنع حدوث اختناقات في السوق المحلية، مشددا في السياق على ضرورة مضاعفة الجهود وتطوير أساليب العمل وتكثيف عمليات الرقابة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم دراسات ورؤى لمشاريع استراتيجية يمكن تطبيقها على أرض الواقع. عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري برئاسة اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك. وأشار اللواء بن بريك أن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي تتابع الإجراءات التي تمت في محافظتي أبين وشبوة وما يجري في حضرموت الوادي والمهرة. كما أشار رئيس الجمعية الوطنية إلى الحوار الجنوبي وما حققه من أهداف ومكاسب وتقارب جنوبي يصب في مصلحة القضية الجنوبية، لافتا إلى أن من ثمرات الحوار الجنوبي عودة فادي باعوم رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري. هذا ورحب المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري برئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري فادي باعوم. وشدد الكثير لدى لقائه فادي باعوم على أهمية الاصطفاف الوطني في هذه المرحلة التي يمر بها شعب الجنوب، وأكد الكثير أن المجلس الانتقالي الجنوبي سيواصل بذل كافة الجهود في التواصل مع كافة القوى المؤمنة بحق الجنوب في التحرير والاستقلال من أجل تعزيز وحدة الصف الجنوبي لمواجهة كافة التحديات. أصيب 5 مدنيين جميعهم من النساء والأطفال إثر حملة مداهمة شنتها الميليشيات الحوثية على قرية في منطقة بني علي بمديرية أرحب شمال صنعاء، والتي تفرض الميليشيات حصارا عليها منذ 8 أيام. وقالت مصادر محلية أن الميليشيات داهمت عددا من المنازل وأطلقت الرصاص الحي على المدنيين، كما اعتدت مجموعة من الزينبيات بالضرب بأعقاب البنادق على 4 نساء. وتأتي هذه الاعتداءات بسبب قيام الميليشيات بحفر بئر ارتوازية في أرض مشتركة بين المنطقتين وسط رفض أهالي المنطقة. النشر متواصلة وفيها بعد الفاصل. مدينة المكلا تشهد ورشة عمل سياسية تناقش قواعد وأهداف الحوار الجنوبي الجنوبي. التقى محافظ أرخبيل سقطرى المهندس رافت الثقلي مدير عام مؤسسة الكهرباء في المحافظة المهندس سالم هادف. وأكد الثقلي اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة وحرصها الكبير على إيجاد حلول كفيلة في الحفاظ على مستحقات موظفي مؤسسة الكهرباء وضمان صرفها بشكل شهري، وذلك من خلال التنسيق والمتابعة مع وزارتي الكهرباء والمالية. كرم وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس الطالب علي نصر الصوفي من ذوي الاحتياجات الخاصة بدرع التميز لتفوقه في امتحانات الثانوية العامة وحصوله على المركز الأول في القسم الأدبي بنسبة 95%. وأشاد لملس بعزيمة وإرادة وتفوق الطالب علي نصر، مشيرا إلى أن الطالب علي مثال يحتذى به في التغلب وتخطي الصعاب وتحقيق النجاح. وأكد لملس أن السلطة المحلية على استعداد دائم لتقديم العون والمساعدة والوقوف بجانب ذوي الهمم.
أقامت منظمة بداية شباب للتنمية المستدامة ندوة تناقش دور الشباب في بناء السلام وحل النزاعات. الندوة ضمت مبادرات شبابية وتدرب المشاركون فيها على مهارات حل النزاع وإعداد المشاريع وتطبيقها بما يسهم في خدمة المجتمع. برعاية محافظ محافظة عدن، أقامت منظمة بداية شباب للتنمية المستدامة ندوة حول دور الشباب في بناء السلام وحل النزاعات. نحن في إطار الاحتفال بفعالية اليوم العالمي للشباب قمنا بإعداد مشروع لتعزيز دور الشباب في بناء السلام وحل النزاعات. هذا المشروع يستهدف المبادرات الشبابية المتواجدة في عدن التي لها دور إيجابي وفاعل في إطار المرحلة الحالية والمراحل السابقة. نحن في إطار هذا المشروع تم فتح باب القبول لعدد من المبادرات الشبابية التي وصلت إلى 12 مبادرة التي قدمت ملفاتها في المشروع، ومن خلال المفاضلة تمت الخروج بقائمة لست مبادرات هي المشاركة معنا اليوم في إطار هذا المشروع. الندوة تهتم بتدريب المشاركين على بناء السلم وحل النزاعات في إطار المجتمعات المحلية وكيفية إقامة مشاريع مجتمعية تساهم في تماسك المجتمع وكيفية إعداد المشاريع والتصورات والتقارير المختلفة. نحن مع مبادرات الشباب نرعاها ونقدم لهم كل الرعاية والمساعدة في سبيل مساعدتهم للمجتمع للخروج من ما نعانيه من مشكلات وأزمات فرضت علينا الحرب خلال سنوات مضت. أيضا كما ندعو هذه المبادرات الشبابية أن تركز على أهمية المشكلات التي يعاني منها السكان بعد الحرب. احتفالية اليوم العالمي للشباب هي تكريما لجهود الشباب المبذولة في جميع المبادرات الشبابية. طبعا احنا مبادرة بصمة الطبيب الهدف السامي لهذه المبادرة هنا لكل طبيب ولكل عامل في المجال الطبي أن يترك بصمة إنسانية في مجاله كل بحسب استطاعته ومقدرته. هذه الندوة تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب وتهدف في مضمونها إلى تفعيل دورهم في حل النزاعات، وتضم الندوة 6 مبادرات شبابية يتم من خلالها مناقشة عدة مشاريع يتم اختيار أفضلها وتطبيقها بما يساهم في خدمة المجتمع. صالح حنش، الغد المشرق، عدن. نظم مركز التدريب والتأهيل في المجلس الانتقالي الجنوبي بالتنسيق مع انتقال حضرموت نظم ورشة عمل سياسية بمدينة المكلا، حيث ناقشت قواعد وأهداف الورشة الحوار الجنوبي الجنوبي ضمن عدد من الأنشطة والبرامج التدريبية. الحوار الجنوبي الجنوبي، التطلعات والآفاق، ورشة عمل سياسية نظمها مركز التدريب والتأهيل بالمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة المكلا بالتنسيق مع الهيئة التنفيذية لانتقالي حضرموت. ورشة قبل أمس وورشة اليوم وكلاهما ورشات سياسية، وورشة اليوم بالذات يعني كانت حول الحوار السياسي، ونحن ليس في البداية بما يخص الحوار، ولكننا نريد أن نفهم كذلك أبناءنا وقواعدنا ما هو الحوار، حتى إذا ما تعرض إلى المحاورة يعرف كيف يحاور ومن يحاور وما هي الأسس التي يحاور عليها وما هو سقف الحوار. هذا الورشة تهدف إلى ضرورة تمثل قيم الحوار وأيضا أدبياته وأخلاقياته مع الآخر، ولهذا نتمنى لهذه الورشة أن تنزل بنتائج وأيضا مخرجات تسهم في إثراء المشهد. الورشة شارك فيها نخبة من الأكاديميين والناشطين الحقوقيين والسياسيين، ركزت على الحوار وقواعده وأهدافه إلى جانب تطلعات وآفاق الحوار السياسي، إضافة للمهارات التي ينبغي أن تتوفر في المتحاورين. يعتبر هذا الحوار هو ركيزة أساسية لنجاح القضية الجنوبية وإبرازها على السطح من أجل استعادة الدولة. نحن مع كل ما طرح في هذه الأوراق. النقاش كان طيب، أدلوا المشاركين بأوراق العمل رؤية طيبة، أغناها الحاضرين بملاحظاتهم توصياتهم وتنقيحاتهم. معظم النقاشات تناولت مهارات الحوار السياسي
وماذا سوف يكون عليه واقع الجنوب فيما بعد أن يصبح الحوار واقع نعيشه في إطار المجلس الانتقالي الجنوبي. تكمن أهمية الورشة في ترسيخ ثقافة الحوار والإعلاء من شأنه، بما يحقق وحدة الصف الجنوبي والانفتاح على جميع المكونات السياسية والاجتماعية في سبيل استعادة الدولة الجنوبية. لقناة الغد المشرق، محسن البحيث، المكلا. حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمالية ظهور طفرات جديدة لفيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ودعت المنظمة لتعزيز أنشطة المراقبة لرصد هذه الطفرات وتحديد مواصفاتها الوراثية والاستعداد لمواجهة الارتفاع المحتمل في عدد الإصابات الجديدة. وجدد المكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة تحذيراته بأن نهاية جائحة كورونا ما زالت بعيدة. أطلق مختبر موديرنا الأمريكي معركة قضائية ضد فايزر وبيونتيك لاتهامهما بانتهاك براءات حول تكنولوجيات أساسية للقاح ضد كورونا. وكشفت فايزر بايونتيك أنها لم تطلع بعد على مضمون الشكوى كاملا، غير أن المجموعتين لم تخفي استغرابهما من هذه التطورات. وقالت بايونتيك إنه أمر مؤسف، لكن من الشائع أن تقول شركات أخرى إن منتجا ناجحا ينتهك ملكيتها الفكرية. وعربت المجموعتان عن استعدادهما للدفاع بشراسة عن مصالحهما في وجه مزاعم موديرنا. في الرياضة المحلية، توج فريق اتفاق البدو بطلا لدوري أشبال الجنوب لكرة القدم لفئة مواليد 2008 على مستوى مديرية مدينة المكلا بمشاركة 166 فريقا بفوزه على كوكب حي الصيادين بخمسة أهداف نظيفة. برعاية رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي وبإشراف رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت العميد الركن سعيد المحمدي، اختتمت بطولة دوري أشبال الجنوب لكرة القدم لفئة مواليد عام 2008 بفوز فريق اتفاق البدو بلقب البطولة. حسب ما تشوفون أمامكم الآن المباراة طيبة ومستوى طيب من الأطفال هذيلة، ونحن هدفنا من هذا النشاط في دائرة الشباب والطلاب إبعاد الأطفال من هذا الظواهر الدخيلة اللي في المحافظة، اللي هي ظاهرة الشبو والمخدرات والقات. والحمد لله الفكرة ناجحة، وإن شاء الله نوعد الفئات هذه أنها بتكون إن شاء الله مستمرة بطريقة أفضل، ونحن نطمح إن شاء الله تكون في الأندية هذه الفئة اللي هي فئة البراعم إن شاء الله. نتمنى يعني التواصل مع هذه الدعومات عشان الشباب، يعني عشان ما عاد يروحون لقد المخدرات ولقد الحاجات السيئة الثانية يعني. ونتمنى برضو الملاعب يعني يدعمون نحن المجلس الانتقالي. المباراة النهائية التي جمعت فريقي اتفاق البدو وكوكب حي الصيادين انتهت بخمسة أهداف نظيفة لصالح الاتفاق. شعورنا اليوم حول الفوز يعني مرتاحين جدا جدا، وابدعوا فريقنا قدم مباراة حلوة، فوزنا بخمسة صفر يعني فوز عنيف. افتخر بهذا الفوز عن فريق اتفاق، وافتخر على المدرب، وافتخر على بطل الكوكب هذا، وعن فريق الاتفاق البدو. نشكر اللاعبين الذي قدموه على هذا اللعب، ونحن شلينا الكاس فرحانين جدا جدا جدا. نهنى اتفاق البدو بالفوز في نهاية أشبال الجنوب الفوز بخمسة صفر، وإنما نهنى المدرب عادل أحمد باقصب. وحصل لاعب اتفاق البدو عثمان محمد باصريح على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة، فيما تحصل زميله أحمد المرشدي على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولة، بينما ذهب القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في البطولة للحارس محمد باعطوة حارس فريق نصر حي السلام. شارك أكثر من 16 ألف موسيقي وعازف ومغني في أكبر حفل أوركسترا موسيقي في كولومبيا التي تعكس حضارة بوغوتا، التي تعد جزءا من قائمة اليونسكو لمدن الموسيقى الإبداعية. نتابع.
نهاية النشرة. لمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغدوائي والمزيد من الأخبار تابعوا منصات الظاهرة أسفل الشاشة. إلى اللقاء.